عشر حقائق مثيرة عن الروائي البرازيلي باولو كويلو. ولد الروائي البرازيلي باولو كويلو في 24/1947 في ريو دي جانيرو من عائلة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة. أصبح منذ أكتوبر 2002 عضوا في الأكاديمية البرازيلية للأدب، وحصل على العديد من الجوائز والتقدير الدولي، لكنه بالموازاة تعرض لانتقادات شديدة بسبب كتبه ومواقفه. نقدم وهنا في المشاهد تيفي 10 حقائق مثيرة عن هذا الكاتب المثير للجدل. المولود الميت. ولد باولو كويلو وحبله السري ملفوفا حول عنقه، وتم إدخاله إلى المستشفى في سان خوسي. وأعدت الأم القديس سان خوسي أنه إذا نجا طفلها فإنه سيصلي دائما للقديس في كل مرة يراه. في 19 مارس من كل عام، وهي ذكرى القديس سان خوسي، ينظم باولو كويلو حفلة ويدعو 120 شخصا من أفضل أصدقائه للاحتفال به. المؤثر. لديه 180 مليون نسخة من كتبه بيعت في جميع أنحاء العالم، ونشرت وترجمت إلى 73 لغة وإلى 170 بلدا. لديه 15 مليون متابع على تويتر و30 مليون متابع على الفيسبوك، علاوة على 1.6 مليون متابع عبر الانستغرام. السر الثالث، اليسوعي. منذ الطفولة ثارت ضد والديه لأنهم كانوا ضده في أن يصبح كاذبا، ولإعادته إلى المسار الصحيح احتجزوه في المدرسة اليسوعية سان إيغناسيو المشهورة بقسوة قوانينها التأديبية. هذه المدرسة الداخلية التي طبعت حياته ونأت به من حياة التدين. السر الرابع، المعتقل. في سن 17 من عمره، عندما كان يعمل بالفعل كمراسل للصحيفة، تم اعتقاله. وأسباب الاعتقال تمثلت في المشاكل الجنسية وعدم النضج بسبب عمره الصغير، التمرد والتطرف، وتم اعتقاله في مناسبتين أخريتين. السر الخامس، الهيبي. في عقد الستينيات من القرن العشرين كان الهيبيزم يعني موضة جديدة دخل إليها الكاتب في عالم من المخدرات والجنس والسحر الأسود، كما أجرى تجارب مثلية. السر السادس، كاتب الأغاني. في السبعينيات من القرن الماضي عرف المنتج راؤول سيكاس وبدأ حياته المهنية ككاتب أغاني. باع مع الشركة أكثر من 500,000 نسخة من الألبوم الثاني الذي أصدره معا. شعر باولو كويلو بالغنى بين عشية وضحاها عندما اكتشف أن لديه 40,000 دولار في حسابه المصرفي. السر السابع، السجن. إلى جانب راؤول سيكاس اعتقلته الشرطة السياسية في برازيليا، وكلف والداه محاميا للدفاع عنه، لكن في طريق الخروج يتم اختطافه على يد مجموعة من الجماعات شبه العسكرية، ويتم اقتياده إلى مركز التعذيب حيث قام هناك لمدة أسبوع كامل. السر الثامن، المعجب الصامت. أعلن باولو كويلو أنه معجب بجون لينون في الموسيقى وخورخي لويس بورخيس في الأدب، لكن بمجرد أن وصل على متن حافلة قادمة من ريو دي جانيرو إلى الأرجنتين، ذهب باحثا عن بورخيس، وعندما وجده ظل صامتا ولم يقل أي شيء. السر التاسع، الجائزة. تحقيق شقيقته سونيا كيف حصلت على جائزة الكتابة من خلال تقديمها في مسابقة بعدما ألقى باولو كويلو مسودة في سلة المهملات وانتشلتها وأعادت كتابتها لتحصل على جائزة أدبية. السر الأخير والعاشر، رواية الخيميائي أو الكيميائي. لم تحقق رواية الخيميائي شهرة ونجاحا كبيرين حين نشرها الكاتب لأول مرة، وبالكاد بعد 900 نسخة منها من الطبعة الأولى، ولم يرغب النشر في الاستمرار، لكن باولو كويلو أصر كثيرا على النشر، وتعتبر الآن هي رواية المؤلف البرازيلي باولو كويلو الرواية الأكثر مبيعا في التاريخ. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.